للمزيد ينضم إلينا من كييف مراسلنا عامر العروقي. عامر، بالطبع يعني تطورات دراماتيكية كبيرة هناك في الداخل الروسي، وما يحدث بين فاغنر ووزارة الدفاع وكل هذه الأطراف بشكل خطر، لكن رأينا أيضا تهليلا وفرحا من الجانب الأوكراني، وكأنهم يقولون كل شيء بدأ للتو، وكأن تغييرا قادما يعني تريده كييف سيحصل قريبا. كيف تبدو وجهات النظر الآن بالنسبة للأوكرانيين؟ إلى أي مدى هم يعني يرون هذا التغيير إيجابيا بالنسبة لما يحدث على الميدان؟ نعم، بالفعل ماجد، الأحداث في روسيا ربما لديها تداعيات على ساحة المعركة في الجانب الأوكراني، خاصة وأن أوكرانيا هي مسرح للعمليات العسكرية التي يقوم بها كلا الطرفين. لكن في آخر التصريحات التي صدرت من الجانب الأوكراني، تصريح للمتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية الذي قال بأن الأحداث التي حصلت في روسيا هي إشارة أو دليل على انهيار نظام الحكم في روسيا، تأتي هذه التصريحات الجديدة بعدما صرح مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيلو بولودياك بأن ما حدث في الجانب أو في الداخل الروسي هو دليل واضح على أن هنالك شقاق بين النخب في الجانب الروسي، وأن هذه الأحداث بدأت للتو. جاء ذلك أيضا بعدما أعلن الجيش الأوكراني بأنه يراقب عن كثب ما يحدث داخل الأراضي الروسية، لكن بشكل عام كما يرى مراقبون في الداخل الأوكراني ربما يكون هنالك تداعيات لما يحدث في الجانب الروسي على ساحة المعارك في الجانب الأوكراني، وربما يستغل الجانب الأوكراني هذه الحالة التي يصفها مراقبون أشبه بالتمرد العسكري في الجانب الأوكراني. المراقبون في الجانب الأوكراني يصفون هذه الأحداث بالتمرد العسكري، ربما يستغل الجانب الأوكراني هذه الأحداث ويقوم بعمليات هجومية مضادة لإعادة السيطرة على كل الأراضي التي يسيطر عليها الجانب الروسي، وربما يجتنب الجانب الأوكراني الفرصة ويقوم باستنزاف الجيش الروسي بدلا من استنزاف شركة فاغنر أو مقاتلين شركة فاغنر. لكن لحد هذه اللحظة لم تتكون صورة بشكل كبير في الجانب الأوكراني عما يحدث داخل الأراضي الروسية، سوى فقط بعض التصريحات من قبل مستشارين للرئيس الأوكراني أو حتى من قيادة وزارة الدفاع والاستخبارات العسكرية. ربما في الساعات القليلة القادمة سوف تتضح الصورة لدى الجانب الأوكراني، كيف سوف يتعامل الجانب الأوكراني مع هذه المتغيرات الجديدة التي حصلت في الداخل الروسي أو التغيرات الدراماتيكية التي حصلت في الداخل الروسي. سوف ننتظر بطبيعة الحال إلى ماذا سوف تؤول إليه الأمور في الداخل الأوكراني إذا كانت هنالك تداعيات على ما يحدث في الجانب الروسي على الداخل الأوكراني. ماجد، عامر، يعني في نفس هذا الإطار ونحن نتحدث، قيل أن قائد مجموعة فاغنر قال كل هذه الخطوات لن تعثر أو تغير الخطط الموضوعة بالنسبة للجبهات مع الجانب الأوكراني، وأن كل شيء صامد، لكن هل هذا حقيقي؟ يعني مع وجود هذا الشقاق، مع خروج قوات فاغنر من الجبهات إلى الداخل الروسي، كل هذه البلبلة، هل تحدث الأوكراني عن إمكانية اختراق الجبهات يعني أثناء حدوث ما يسمى بالخيانة الداخلية من قبل الرئيس بوتين؟ فعليا ماجد نحن نتحدث عن يوم واحد فقط، ولكن الليلة الماضية لم يتغير شيء على ساحة القتال. كان هنالك صفارات إنذار دوت في كل الأراضي الأوكرانية، وكان هنالك استهدافات طالت أجزاء في مدينة خاركيف. يتحدث الجانب الأوكراني عن إسقاطه لما يقارب من 41 صاروخ قامت القوات الروسية بإطلاقه على شرق البلاد. يتحدث الجانب الأوكراني بأن المعارك ما زالت مستمرة في الجبهات الشرقية، وأنه يحدث بعض التقدم
في جبهة مدينة باخمود، وأن الجانب الروسي ما زال يكثف من هجماته الصاروخية على منطقة ليمان. يتحدث الجانب الأوكراني بأنه ما زال يحرز بعض التقدم في الجبهة الجنوبية، لكن لحد هذه اللحظة لم تؤثر هذه الأحداث في داخل روسيا على الداخل الأوكراني. ربما في قابل الساعات القادمة أو قابل الأيام القادمة ربما تعكس هذه الأحداث في داخل روسيا ظلالها على الوضع في ساحة المعارك. ربما يجتنب الجانب الأوكراني الفرصة ويقوم بمباغتة القوات الروسية في داخل هذه المنطقة، خاصة وأن بعض المراقبون يرون بأن نهاية هذه الحرب ستكون نهاية دراماتيكية، حينما يدرك الجندي الروسي على حد وصفهم بأنه لا قيمة من استمرار هذه الحرب التي طالت، وهي من أثرت بشكل مباشر على الأحداث داخل روسيا. ويرى أيضا البعض بأن لولا الحرب في أوكرانيا لما تمردت مجموعة فاغنر على القيادة السياسية والعسكرية داخل روسيا. ماجد عامر، بالنسبة لمستشار رئيس زيلنسكي، هو قال كل شيء بدأ للتو في روسيا، يعني هل هذه التصريحات هي كانت موجودة منذ البداية؟ يعني هناك بعض التصريحات النارية من مستشاري رئيس زيلنسكي في هذا الحين، هل يفهم منها بأن تغييرا ما يراد؟ هل هناك ترتيبات معينة؟ كيف يعني وضعت ظلال هذه التصريحات هناك في الشأن الأوكراني؟ فعليا ماجد، أيا كان التغيير يرى الأوكرانيون، أيا كان التغيير في الداخل الروسي لن يؤثر بالإيجاب على الجانب الأوكراني. الحرب ما زالت مستمرة ولا أحد يعلم متى سوف تنتهي هذه الحرب. لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار تصريح مستشار الرئيس ميخائيل بولدياك مع تصريح سابق كان له، حينما قال بأنه إذا حينما يبدأ الهجوم المضاد سوف تشعر به موسكو وسوف يكون هنالك مفاجآت كبيرة، يمكن البناء على كلا التصريحين بأن هذه ربما قد تؤثر على سير المعارك العسكرية في الجانب في الأراضي الأوكرانية. وإن كانت غير ذلك ربما سوف يجتنب الجانب الأوكراني الفرصة والانقضاض وشن هجوم واسع النطاق في ظل فقدان الثقة، حسب ما يرى مراقبون، فقدان الثقة بالقيادة العسكرية الروسية. سوف يتخذ الجانب الأوكراني بعض الإجراءات من هذه التداعيات الجديدة التي تحصل في الداخل الروسي، لكن إلى حد هذه اللحظة لم تتكون صورة بشكل واضح لدى الجانب الأوكراني عما يحدث في الداخل الروسي، خاصة وأن وزارة الدفاع الأوكرانية والجيش الأوكراني قال بأنه يراقب الوضع عن كثب واكتفى بذلك. لكن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية قالت بأن ما يحدث الآن بروسيا هو بداية لانهيار نظام الحكم في روسيا، واتهم أيضا المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الرئيس فلاديمير بوتين وقال هذه بداية لنهاية حكم الرئيس فلاديمير بوتين لروسيا. ماجد، من كييف مراسلنا عامر العروقي، شكرا لك.